اهلا وسهلا بكم يا شباب في محاضرة جديدة ان شاء الله هنتكلم فيها على تطبيقات او هنعمل شوية بروجرامز كده وتمارين على اليوزر ديفاين فانكشن. يلا نبدأ. اول تمرين معانا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا write a MATLAB user defined function code to calculate the sum of two matrices. وبيقول لنا كمان في السؤال ايه؟ بيقول لنا ان الفانكشن دي مفروض it should check the dimensions of both matrices. If there is an error in dimensions, it should return dimensions error and a not number in the sum matrix. يعني هو بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عايزك تعمل لي user defined function، يعني تعمل لي function زي ما اتعلمنا. الفانكشن دي مهمتها ايه؟ مهمتها ان هي بتحسب السم اتنين ماتريسيز، مجموع اتنين ماتريسيز. وبيقول لي ان الفانكشن دي لازم تعمل تشيك على الدايمين بتاع التو ماتريسيز، وده منطقي. يعني انت معلش، يعني انت هتجمع اتنين ماتريسيز على بعض، يبقى لازم النمبر اوف روز، عدد الصفوف، يبقى في الاتنين ماتريسيز متساوي، والنمبر اوف كولومز، عدد الأعمدة في المصفوفتين يكون متساوي. لكن أنا مش هينفع أجمع مصفوفتين أو اتنين ماتريسيز على بعض لو عدد الصفوف مختلف أو عدد الأعمدة مختلف. لازم الدايمنشنز بتاعت المصفوفة الأولانية تساوي الدايمنشنز بتاعت المصفوفة التانية، وده اللي هو بيقوله لنا فين؟ في التمرين أو في السؤال. وبيقول لك لو الدايمنشنز مختلفين لازم الفانكشن بتاعتك ترجع رسالة تقول فيها ان الدايمنشنز ايرور، ان الدايمنشنز فيها حاجة غلط، وترجع في الصم بتاعك، المخزن اللي انت هتجمع فيه او المجموع اللي انت المفروض ترجعه في الصم بتاع الاتنين ماتريسيز، تقول ده نوتا نمبر. يعني معنى كده ان اليوزر بتاعك لما يشوف نان او نوتا نمبر يفهم ان الدايمنشنز فيها حاجه غلط، ويرجع يستخدم الفانكشن بتاعتك من تاني، بس بياخد في اعتباره ان الدايمنشنز اللي هو كان مدخلها بتاعه الاتنين ماتريسيز دي غلط ويصحح الغلط بتاعه. تعالوا نشوف بقى هنكتب الكود ده ازاي. زي ما اتعلمنا احنا اول حاجه بنسالها بنقول ايه؟ بنقول الفانكشن دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها زي ما فهمنا في السؤال هو اني اجمع اتنين ماتريسيز، يبقى الانبوتس للفانكشن دي عرفنا ان هما ايه؟ اتنين ماتريسيز، وليكن A و B. طيب الاوتبوت بتاع الفانكشن دي هيكون ايه؟ هيكون اكيد مجموعهم، هنسميه مثلا X او Y او اي حاجة او sum مثلا. يبقى كده حددنا المدخلات وحددنا المخرجات، عرفنا ان احنا عندنا two inputs وعرفنا ان احنا عندنا output واحد. زي ما اتعلمنا عشان نكتب اي function بنعمل ايه؟ بنكتب اول حاجة كلمة function، وبعدين بنفتح ال square bracket اللي هو القوس المربع ده كده، وبنكتب جواه ال output variable. ال output variables الموجود عندنا المرة دي اسمه ايه؟ اسمه sum. وبعد كده هنقفل ال square bracket ونقول يساوي، وبعدين هنكتب اسم الفانكشن بتاعتنا اللي هنناديها بيه. هنا هنسميها مثلا add underscore matrix، بما انها ان هي بتجمع ايه؟ بتجمع اتنين ماتريسيز على بعض. وبعدين نفتح قوس عشان ندخل الانبوت arguments بتاعتنا اللي هم مين؟ اللي هم ال A وال B، وبعد كده نقفل القوس. وبعد كده هتنقل للسطر اللي بعده اللي احنا اتفقنا ان احنا بنكتب فيه ايه؟ تعليق او كومنت على الفانكشن دي بتعمل ايه. هعمل علامة اللي هي الفي%، واكتب بقى ان الفانكشن دي بتعمل عملية جمع لاتنين ماتريسيز. طيب دلوقتي احنا الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتجمع اتنين ماتريسيز، يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اقول ان الصم بتاعي ده هو مجموع الماتريكس الاولانية زائد الماتريكس التانية اللي هي من الاخر دي المعادلة اللي انا هستخدمها في الفانكشن. طيب اسأل نفسي بقى سؤال، قال لي في المسألة ان انا الفانكشن دي المفروض ان هي تعمل تشيك على مين؟ على الدايمنشن.
طيب انا اصلا كده كده قبل ما ابتدي اعمل عملية الجمع دي لازم اتأكد من حتة ان الدايمنشنز متساوية. طب ايه الفانكشن اللي احنا كنا بنستخدمها عشان تعرفني الدايمنشنز بتاعت اي ماتريكس؟ هي فانكشن السايز. فاجي اقول له ايه؟ فهاجي اقول له عشان اكتب الجملة بتاعت السايز دي، اجي اقول له مثلا ونفترض ان الاكس بيساوي السايز اوف ايه. طيب احنا لو فاكرين لسه من المحاضرة اللي فاتت، احنا كنا استخدمنا السايز وعرفنا ان السايز دي بترجع لي قيمتين، قيمة الصفوف وقيمة الأعمدة. يبقى معنى كده ان الاكس ده بقى ايه؟ بقى فيكتور مش سكيلر، يعني بقى الاكس ده فيه قيمتين، القيمة الأولانية قيمة الصفوف، عدد الصفوف اللي في الماتريكس دي، والقيمة التانية بتمثل لي عدد الأعمدة اللي في الماتريكس اللي هي A. يعني X بتساوي size of A هترجع لي الإليمنت الأول أو العنصر الأولاني اللي موجود في الإكس اللي هي X of 1، دي تعتبر عدد الصفوف اللي موجودة في الماتريكس A، وX of 2 أو العنصر التاني في الإكس بيمثل لي عدد الأعمدة الموجودة في المصفوفة A. نفس الموضوع برضو هعمله على المصفوفة التانية اللي هي B. يبقى أنا كده جبت كده عدد الصفوف وعدد الأعمدة. عشان أعمل تشيك هل عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، إيه الكنترول فلو أو الكونديشن اللي إحنا كنا بنستخدمه؟ إف ستيتمنت. يبقى هقول له إيه؟ هقول له إف عدد الصفوف اللي موجود بتاع الماتريكس A بيساوي عدد الصفوف بتاع الماتريكس B، و عدد الأعمدة بتاعة ماتريكس A بيساوي عدد الأعمدة بتاع ماتريكس B. طب الكلام ده يتكتب ازاي بقى؟ يتكتب if x of 1 اللي هو عدد الصفوف بتاع الماتريكس A يساوي y of 1 اللي هو عدد الصفوف بتاع الماتريكس B، and x of 2 عدد الأعمدة بتاعة الماتريكس A يساوي y of 2 عدد الأعمدة بتاع ماتريكس B. لو الكونديشن ده اتحقق يبقى معنى كده ان الدايمنشنز سليمة. هخش في الاف ستيتمنت واقول له ايه؟ واقول له ان sum بيساوي الماتريكس A زائد الماتريكس B، يعني اجمع لي المصفوفتين. طب لو الشرط ده ما اتحققش يبقى الدايمنشنز مش مظبوطة. يبقى اعمل ايه؟ هينفذ جملة الالس. يبقى مش هيخش في الاف دي خالص بقى، هينفذ جملة الإلس. إيه هي اللي هينفذه بقى في الإلس؟ هقول له اعرض لي إن الدايمنشن فيها ايرور. يبقى الفانكشن اللي كنا بنستخدم بيها العرض إيه هي؟ display disp ونفتح قوس وأبوصرف ودايمنشن ايرور ونقفل الأبوصرف ونقفل القوس. وبعد كده أقول له إيه؟ أقول له sum بيساوي نان أو اللي هي not a number. يبقى كده هيفهم اليوزر بتاعك ان انت ايه، ان الصم بتاعك ده مش رقم، يبقى معنى كده، او مش فيكتور او مش ماتريكس جاياله، يبقى معنى كده ان ايه، ان في ايرور. وفي نقطة هنا لازم نتكلم عليها. ايه هي النقطة؟ انت دلوقتي عملت فانكشن وكتبت ان الاوت بتاعك صم، او الاوت بتاعك variable واحد يعني. فطالما ان الفانكشن بتاعتك دي بترجع او بتريترن اوتبوت، يبقى لازم فعلا ترجع اوتبوت. لو ما رجعتش اوتبوت الماتلاب هيقول لك ايه؟ هيقول لك في ايرور. يعني انت مثلا لو انت لحد else، لو ما كانش الصم اللي احنا كتبناها في جملة الالس دي موجودة وقفل الاند ونفذ البروجرام، هينفذ وكل حاجة وهيقول لك ان دايمنشن ايرور. بس بعد ما يقول لك دايمنشن ايرور هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان في عندك ايرور في الفانكشن دي في السطر الفلاني. ليه؟ لان الفانكشن ما عملتش المهمة بتاعتها للاخر، هي نفذت كل حاجة وعرفتك ان الدايمنشنز ايرور وعرفتك كل حاجة. بس المشكلة بقى ان انت ما كملتش الاجراء النهائي بتاع الفانكشن للاخر، فالفانكشن ما تنفذتش للاخر، لان انت قايل له ان الفانكشن دي بترجع اوت او بترجع فاريبل اسمه صم، وانت ما عملتش كده في الحقيقة.
فانت لازم تاخد بالك من الاجراءات الصغيره دي وانت بتكتب الكود. وبعدين بعد كده هتقول له اند، الاند الاولانيه دي بتاعه جمله الاف، وبعدين اند تاني الاند التانيه بتاعه الفانكشن. خلي بالكوا ناس كتير قوي بتنسى الاند التانيه اللي هي بتاعه الفانكشن نفسها، فبتنقص درجات في الامتحان. انا عارف ان هي مش مكتوبه قدامكم في السلايد، هي كانت مكتوبه اصلا بس وانا بقص السلايد نفسها ما ظهرتش، بس هي المفروض ان الاند دي موجوده. خلي بالكوا عشان في ناس كتير قوي بتنساها وبتنقص عليها درجات في الامتحان. وكده يبقى التمرين الاولاني ده خلص، تعالوا نبص على تمرين تاني ان شاء الله. في الاكسرسايز التاني بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا write a MATLAB user defined function code to calculate the multiplication of two matrices، وبيقول لنا بين قوسين it should check the dimensions of both matrices، if there is an error in dimensions it should return dimensions error and a nota number in the، دي المفروض بقى مش sum matrix، المفروض in the ايه، in the final matrix او في the output matrix. هي مكتوبة غلط بس في الايه، في الدباجة بتاعت السؤال. المفروض ان السؤال ده هو طبعا شبه السؤال اللي قبل منه على طول، مع اختلاف ان دي عملية ضرب. يعني في عملية الضرب لو افترضنا ان بتضرب اتنين مصفوفتين في بعض A في B مثلا، فال A لو ال dimensions بتاعتها N في M، يعني n روز او عدد الصفوف بيساوي n، و m كولومز عدد الصفوف بيساوي m، فدي بتاعت المصفوفة الاولانية اللي هي ال a مضروبة في المصفوفة b. ال b بقى لازم يبقى عدد الروز بتاعتها او عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمدة بتاع المصفوفة اللي قبل منها، اللي هي ايه، اللي ال b هتنضرب فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى لو ال a n في m، يبقى ال b عدد الصفوف بتاعها ده يبقى المفروض يكون ام في اي حاجة تانية مش مشكلة. يعني بمثال رقمي مثلا لو افترضنا ان ال A 3 في 3، 3 روز و3 كولومز، يبقى ال B لازم عدد الصفوف بتاعتها تبقى ايه، تبقى 3، عشان نقول كده ان ال A ال dimensions matching. غير كده ايه، المفروض الفانكشن بتاعتك تطلع ايه، dimension error. وطبعا المعادلة بتاعتنا اللي هنستخدمها هي المفروض انك بدل ما كنت بتجمع مصفوفتين، لا هتضرب مصفوفتين. طيب تعالوا ايه نفكر كده ونشوف احنا هنكتب الفانكشن دي ازاي. بنفس طريقة الحل اللي اشتغلنا فيها في المثال اللي قبل منه، هنكتب اول حاجة كلمة فانكشن زي ما اتعلمنا، وبعدين بعد كده هنفتح قوس ونكتب ايه الاوتبوتس بتاعنا. احنا هنا عندنا اوت واحد، الاوت واحد هو ايه، هو حاصل ضرب المصفوفتين، اكيد في ايه، في مصفوفة جديدة هنسميها يعني مثلا اس. يبقى فتحنا السكوير براكت وكتبنا فيها الاس ونقفل السكوير براكت تاني، وهنقول يساوي وبعدين اسم الفانكشن اللي هنناديها بيه او هنستدعيها بيه، هنسميها مثلا ونفترض مالتبلاي اندر سكور ماتريكس، ونفتح القوس وندخل الانبوتس بتاعتنا او المدخلات للفانكشن دي. المدخلات بتاعتنا مين؟ هيبقوا المصفوفتين اللي هي ايه مطلوب ان هم يحصل لهم حاصل عملية ضرب، اللي هو A و B. وبعد كده هننتقل للسطر اللي بعده ان احنا نعمل ايه، نعمل تعليق او كومنت. وبعدين هننتقل لان احنا نبتدي نعمل تشيك على الدايمنشن زي ما عملنا في المثال اللي فات. لحد هنا احنا ما جبناش حاجة جديدة، احنا شفنا السايز بتاع المصفوفة A وحطيناه في فيكتور X، وشفنا السايز بتاع المصفوفة B وحطيناه في فيكتور Y اللي هو عدد الصفوف وعدد الأعمدة في كل الاتنين. وبعد كده بنبتدي نعمل ايه، بنشوف بقى عايزين نعمل تشيك على الدايمنشن الوسطى، اللي هي ايه الدايمنشن الوسطى، يعني زي ما اتفقنا كده عدد الصفوف في المصفوفة، عدد الأعمدة في المصفوفة الأولانية لازم يكون بيساوي عدد الصفوف في المصفوفة التانية. خلي بالكوا الضرب لازم فيه الترتيب، يعني لو أنا هضرب A في B، A في B لا يساوي B في A، دي حاجة ودي حاجة خالص، يعني مختلفين تماما. ولازم يبقى عدد الصفوف بتاع المصفوفة الأولى
لا، عدد صفوفة المصفوفة التانية يساوي عدد الأعمدة بتاعت المصفوفة الأولى، يعني من آخر الرقمين اللي في النص يكونوا متساويين. لو الـ A الـ dimensions بتاعتها 3 في 3 اللي هو 3 صفوف و3 أعمدة، يبقى الـ B لازم عدد الصفوف بتاعتها تبقى نفس عدد الأعمدة بتاعت الـ A. يعني لو الـ A 3 في 3 مضروبة في الـ B، لازم تبقى اللي في النص ده 3 في أي رقم تاني بقى، مش مشكلة، ممكن 3 في 1، 3 في 2، 3 في 3، 3 في 4، أي رقم، بس أهم حاجة اللي في النص يبقى 3. طيب في الحالة بتاعتنا دي عدد الأعمدة بالنسبة للمصفوفة إيه؟ هو إيه؟ هو إكس أوف 2 العنصر التاني اللي موجود في الإكس. ليه؟ لأن العنصر الأولاني يمثل عدد الصفوف بتاعة المصفوفة إيه. طيب عدد بقى الصفوف بتاعة المصفوفة بي هو واي أوف 1. يبقى هعمل أول حاجة، هعمل تشيك بجملة إف، هل إكس أوف 2 تساوي واي أوف 1؟ لو فعلا الشرط ده متحقق يبقى عملية الضرب تبقى سليمة. يبقى هقول له ايه؟ هقول له اس بتساوي ايه في البي، واقول له اظهر له ان، اقول له ايه؟ اقول له display ان عملية الضرب اللي هي المالتيبليكيشن بروسيس از done. طيب ولنفترض ان الشرط ده متحققش بقى، ان الدايمنشنز مش مظبوطة، في اوبشن انت ممكن تعمله لو انت ايه، لو انت عايز تخلي الفانكشن بتاعتك مور سمارت، يعني ان هي تكون ذكيه شويه، انك تقول له، تقول اليوزر والله حضرتك الدايمنشنز اللي انت مدهني دي مش مظبوطه، بس انا عملت حركه تانية ان انا هتشيك الدايمنشنز بتاعت ان حضرتك تكون مدخل لي غلطان ومدخل لي الترتيب غلط. يعني مثلا لو انا مدخل A والبي، لا هو ممكن يكون البي قبل الاي، على اساس ان يكون عدد الاعمده بتاع البي يساوي عدد الصفوف بتاع الاي، فساعتها الترتيب يبقى بي مضروب في الاي، وبكده يبقى انا ايه، تقول له عمليه الضرب دي المفروض تبقى اس بتساوي بي في اي، مش اي في البي، انك تتشك عدد الاعمده بتاعت المصفوفة التانية يكون، هل هو بيساوي عدد الصفوف بتاع المصفوفة الأولانية ولا لأ. هتعملها في جملة else if x of 1 يساوي y of 2. لو الكلام ده صح يبقى ينفع انك تضرب بقى ايه، ال b في ال a، وتخزنهم فين؟ في ال variable اللي هو اسمه s، وتظهر له بقى جملة display كده وتفهمه الموضوع ده، تقول له ايه الكلمتين اللي احنا قلناهم دول. طب افرض الشرط ده كمان مش متحقق، يعني لا كده نافع ولا كده نافع، يبقى اكيد عملية الضرب دي استحالة ايه تتم. هتطلع له في جملة الالس وتقول له ايه، display dimension error، وتقول له ان الاس بتساوي not a number، وتعمل end. يبقى تاني متنساش end بتاعت جملة الاف، واند برضو بتاعت الفانكشن، وكده يبقى ايه، ده الحل بتاع المثال بتاعنا. خلي بالك من موضوع الدايمنشن ده، لان الدايمنشن ده هو اللي بيلخبط، وهو اللي بيخليك تنقص درجات في ايه، في الامتحان. الامثله دي مهمه، حاولوا تحلوها اكتر من مره وتفكروا بنفس طريقه التفكير دي. نتنقل بقى ايه لمثال جديد. تعالوا بقى نبص على حاجه تانية اللي هي السيرش فانكشن. السيرش فانكشن دي انت المفروض تبقى انت فاهمها كويس قوي، لان معظم البروجرامينج او اللي بيشتغلوا في مشاريع او كلام من ده بيحتاجوا موضوع السيرش ده، وممكن البروجرام بتاعهم يقف عليه. لو هو مش فاهم الكونسبت بتاعه بتعمل له مشكلة الموضوع ده، ممكن يبوظ له البروجرام بتاعه خالص. تعالوا نشوف المثال بتاعنا هو طالب مننا ايه. المثال بتاعنا بيقول لك ايه، بيقول لك suppose that you have a matrix A with n rows and m columns and you need to search for a certain value inside this matrix. يعني هو بيقول لك افترض ان انت عندك matrix A عدد الصفوف بتاعها n وعدد الأعمدة بتاعها m، وبيقول لك ان انت محتاج تدور على قيمة معينة جوه الماتريكس دي. فبيقول لك ايه، write a user defined matrix defined function to execute
the search operation by finding its opposition in the matrix. يعني بقول لك اكتب لي user defined function عشان انفذ عملية السيرش دي، انك توجد لي البوزيشن مكان الاليمنت اللي انا بدور عليه في الماتريكس. ده الطلب بتاع item A. طب في item B بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي modify this function to count how many times this value exists in the matrix. يعني بيقول لي عدل الفانكشن اللي قبلها في بارت A، يعني تكتب فانكشن جديدة بالتعديل، بحيث انك تقول لي عدد المرات اللي اتكررت فيها القيمة دي اللي انت بتعمل عليها سيرش في الماتريكس. طيب بارت C او item C بيقول لي ايه؟ modify this function to replace this value by 0. بيقول لك بقى انت دورت على الفانكشن، على الايتم دي او على الفاليو اللي انت بتدور عليها دي جوه الماتريكس ولقيتها، شيل لي القيمه دي وحط لي مكانها ايه؟ حط لي مكانها 0. طيب تعالوا نشوف بقى الكلام ده نعمله ازاي. هنتكلم الاول على بارت ايه اللي احنا اتفقنا. هو بيقول لي ايه؟ اعمل فانكشن بتعمل سيرش بحث على قيمة معينة جوه مين؟ جوه الماتريكس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يبقى احنا دلوقتي المفروض بنفس السيكونس بتاع التفكير، احنا الاول عايزين نحدد ايه المدخلات وايه المخرجات بتاعت الفانكشن بتاعتنا. يبقى احنا الاول لازم نبقى عارفين ايه المدخلات بتاعتنا. ايه المدخلات بتاعتنا؟ الماتريكس اللي انا هدور فيها. يبقى ده اول حاجة. يبقى ده هنسميها مثلا ونفرض اسمها V. وتاني حاجة ايه هي الحاجة اللي انا هدور عليها؟ هنسميها مثلا E. يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت ايه اللي داخل بالنسبة لي الماتريكس اللي انا هدور فيها والقيمة اللي انا هدور عليها. طيب ايه المخرجات بتاعتي بقى؟ نيجي عند دي ونستنى شوية. لازم نفهم الكونسبت الاول. المسألة بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان حضرتك هتدخل الماتريكس اللي انت هتدور فيها عن القيمة الفلانية، والفانكشن بتاعتك المفروض ترد عليها تقول لي ايه بقى؟ تقول لي القيمة دي موجودة جوه الماتريكس ولا مش موجودة. يبقى ده اول طلب. تاني طلب ان هي لو موجودة تقول لي اماكنها فين بالظبط. فاسهل حاجة عشان اعرف اماكنها فين ان انا ارجع ماتريكس بنسميها احنا ماسك. ايه ماسك دي؟ ان انا الماتريكس دي بترجع لي الاماكن اللي هي موجود فيها القيمة دي، بحط عليها كده زي علامة ونفترض ان هي قيمتها 1. يبقى لو انا حطيت الماسك ده او الماتريكس دي على الماتريكس الرئيسية، ومجرد الوحيد دي اماكن القيمة اللي انا بدور عليها اللي موجودة فعليا جوه الماتريكس الكبيرة، وباقي الماتريكس تبقى ايه؟ تبقى اصفار. يبقى دي طريقة تفكير ان انا ارجع البوزيشنز او اماكن القيمة اللي انا بدور عليها. طيب نعملها ازاي بقى؟ تعالوا نبص ونشوف هنحل المثال ده ازاي ونكتب الكود بتاعه. خلاص احنا بقينا شطار وبنعرف نكتب ازاي الفانكشن دلوقتي. اول حاجة بنعملها بنكتب ايه؟ بنكتب function. وبعد كده هنكتب الاوتبوت بتاعتنا. هنفتح square bracket ونكتب الاوتبوت بتاعنا. ايه الاوتبوت بتاعنا؟ اللي هي الماسك matrices matrix اللي اتفقنا عليها، اللي هي هنسميها y. ونقفل القوس. الواي ماتريكس دي او الماسك ماتريكس هي نفس الدايمنشنز بتاعت الماتريكس اللي حضرتك مدخلها، يعني اختها بالظبط في الدايمنشن. يعني لو دي 3 في 3 يبقى دي 3 في 3، لو دي 5 في 3 يبقى دي 5 في 3. كل الفكره بس ان انت لما تحط دي على دي يبقوا الاثنين متطابقين في الدايمنشن، ماشي. والواي دي المفروض في الاخر ان هي كلها صفار، والمكان الفلاني بتاع
القيمة اللي أنا بدور عليها ده هيبقى واحد. يعني مثلا ونفترض إن أنا مدخل لك ماتريكس وبدور على قيمة 23 جوه الماتريكس، وقيمة 23 دي موجودة في الإليمنت الأولاني والأخير في المصفوفة، يبقى الماتريكس دي كلها هتبقى كلها اللي هي الماسك دي كلها صفار ما عدا قيمتين، قيمة العنصر الأولاني في المصفوفة والعنصر الأخير في المصفوفة. ده الكونسبت او المبدأ بتاع الماسك ماتريكس اللي هي الواي اللي احنا هنرجعها، اللي هي هتبقى الاوت بتاعنا. بعد كده هنكتب يساوي ونكتب اسم الفانكشن اللي احنا هنناديها بيه، اللي احنا هنسميها مثلا سيرش اندرسكور اليمنت، ونفتح القوس وندخل الانبوتس بتاعتنا اللي هي المصفوفه اللي انا هدور فيها او الماتريكس اللي هدور فيها اللي احنا افترضنا احنا هنسميها في وكوما والقيمة اللي أنا هدور عليها ونفترض إن احنا هنسميها إيه. كده احنا كتبنا مين؟ كتبنا التعريف بتاع الفانكشن. نبتدي ندخل بقى جوه إيه؟ جوه البادي بتاع الفانكشن. أول حاجة بتقابلنا اللي هو السطر بتاع الكومنت أو التعليق، هنكتب فيه مثلا إن دي فانكشن بتعمل سيرش أو بحث عن قيمة جوه ماتريكس. وبعد كده نبتدي ندخل جوه إيه؟ جوه الفانكشن. احنا اتفقنا دلوقتي ان انا اول حاجه بعملها ايه؟ طالما عندي ماتريكس لازم اجيب الدايمنشن بتاعت الماتريكس. ايه هي الدايمنشن بتاعت الماتريكس؟ بايه؟ عدد الصفوف وعدد الاعمده. بجيبهم بايه؟ بجيبهم بالفانكشن اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها سايز. يبقى انا دلوقتي جبت الدايمنشنز بتاعت المصفوفه، بكتبها ازاي؟ بكتب اكس بيساوي سايز اوف في واعمل سيمي كولون. طيب الاكس بتساوي السايز اوف في، يبقى ايه؟ يبقى الاكس ده قيمتين زي ما عملنا في المثالين اللي فاتوا. القيمه الاولانيه بتاعته او العنصر الاولاني في الفيكتور اكس ده تمثل عدد الصفوف اللي هي النمبر اوف روز. القيمه الثانيه او العنصر الثاني في الفيكتور اكس تمثل عدد الاعمده. يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت عدد الصفوف وعدد الاعمده. يبقى اكس اوف 1 دي تمثل عدد الصفوف، اكس اوف 2 ده تمثل عدد الاعمده. دلوقتي انا هدور هعمل سيرش جوه المصفوفه، فالمصفوفه دلوقتي ايه؟ اصفف صفوف واعمده. فهبتدي عشان ادور لازم اعمل ايه؟ اعمل فور لوب. هعمل عشان ادور وادور على اليمنت، فالعنصر الفلاني المفروض العنصر اي عنصر جوه المصفوفه يمثل بصفوف، ولنفترض ان انا هدور بيها بالكاونتر اللي اسمه اي، والاعمده بالكاونتر اللي اسمه جي. يبقى انا دلوقتي هدور في صفوف واعمده. يبقى انا هدور ازاي؟ همشي على كل صف صف صف، اخلص الصف الاولاني مثلا العنصر الاولاني جوه الصف التاني، بعد كده العنصر التاني جوه الصف، يعني العنصر الاولاني جوه الصف الاولاني، العنصر التاني جوه الصف الاولاني، العنصر التالت جوه الصف الاولاني. يبقى ازاي بقى نعملها ازاي دي؟ يبقى الصف الاولاني العنصر الاولاني يبقى الصف الاولاني المسؤول عنه كاونتر اي. يبقى هعمل فور لوب من اي بتساوي واحد لحد عدد الصفوف، وبعد كده عايز اجيب ايه؟ ده الصف الاليمنت ده او العنصر ده موجود فين جوه الصف الاولاني، يبقى في انهي عمود. يبقى اقول ازاي دي؟ اعملها ازاي؟ اعمل فور لوب تانية جوه الفور لوب الاولانية اللي احنا بنسميها نستد لوبس. لما اجي اعمل الفور لوب التانية جوه الفور لوب الاولانية، يبقى انا بقول له ايه؟ بقول له انت دخلت الصف الاولاني، بعد كده هتخش جوه اللوب دي تدور لي على الاليمنت اللي في العمود رقم كذا جوه الصف الاولاني. يعني مثلا نفترض ان العمود الاولاني، يبقى العنصر الاولاني في العمود الاولاني جوه الصف الاولاني. طيب ونفترض الاليمنت التاني، يبقى العنصر التاني اللي في العمود التاني جوه الصف الاولاني، اللي في الحالة دي تبقى الجي ب2. طب لو دخلنا احنا بقى على الجي ب3، يبقى العنصر التالت اللي في العمود التالت جوه الصف الأولاني. واضح كده؟ يبقى أنا هعمل اتنين فور لوب،
الفور الأولانية الاي لعدد الصفوف، واللوب التانية الجي لعدد الأعمدة، وأقول له فور اي بتساوي واحد إلى عدد الصفوف اللي احنا اتفقنا إن هي اكس اوف 1، وبعد كده أدخل فور جي بيساوي واحد إلى عدد الأعمدة اللي هي اكس اوف 2. أيوة، هعمل إيه بقى بعد ما عرفت دلوقتي إن أنا هتعامل على الصفوف والأعمدة؟ أبتدي أقول له القيمة اللي أنا عايزها دي موجودة في أنهي عنصر جوه المصفوفة؟ عشان أعمل الكلام ده أعمله إزاي؟ أعمله بجملة إف. أقول له إف الإي القيمة اللي أنا بدور عليها دي بتساوي في أوف أي وجي. يعني إيه؟ يعني المصفوفة بتاعتنا اللي اسمها في، لفني على المصفوفة كلها عنصر عنصر من الصف الأول العمود الأول، يعني العنصر اللي موجود في الصف الأول العمود الأول إلى الصف الأخير والعمود الأخير بالتتابع. هل القيمة دي موجودة في أي عنصر من العناصر دي ولا لأ؟ لو موجودة هتعمل ايه بقى؟ هتروح جاي رايح للواي اللي هي اتفقنا اللي احنا هنسميها الماسك فانكشن، ماسك ماتريكس، بايه بقى؟ بنفس المكان اللي انت لقيته في المين، في المصفوفة دي، اللي هو الاي الصف الفلاني والجي العمود الفلاني، نفس الصف والعمود، نفس المكان بالظبط اللي انت لقيت فيه القيمة دي، هتروح تحط لي في نفس المكان ده في الماسك ماتريكس اللي هي اللي سميناها الواي، تحط لي قيمتها كام؟ بواحد. اخدت بالك من طريقة التفكير؟ هو كل الموضوع ببساطة ايه؟ انا لقيت القيمة دي في المكان الفلاني وليكن الصف الاول والعمود الثالث، هخلق مصفوفة جديدة اسمها واي، واقول له المكان اللي انت لقيت فيه ده اللي هو الصف الاول والعمود الثالث في المصفوفة الجديدة حط لي فيه كام؟ حط لي فيه 1. طب إلس بقى، يعني انا ما لقيتش، هنقول له بقى الواي في المكان اللي انت ما لقيتش فيه ده حط لي فيه 0. يعني الأصل في اللعبة ماشي إزاي؟ ماشي الأول الصف الأول العمود الأول، لقيت فيه قيمة ولا ما لقيتش؟ لو لقيت فيه قيمة حط لي في المصفوفة اللي هي اللي اسمها واي 1. طب ما لقيتش اللي هي إلس، يعني هروح جاي رايح في نفس المكان ده برضو حاطط فيه 0، واروح جاي عامل بعد كده إند لجملة الإف، وبعد كده إند لجملة الفور بتاعة الجي، وبعد كده اند لجملة الفور بتاعة الاي. يبقى انا كده عملت ايه؟ اند بالتتابع، وخلي بالنا من الاند دي لان الاند دي انت بتخسر عليها درجات لو نسيتها. يبقى فتح جملة اف لازم تنتهيها باند، فاتح فور لازم تنتهيها باند، يعني فور جي بتساوي واحد الى اكس اوف 2 دي لازم تقفل لها الاند بتاعتها، فور اي بتساوي واحد الى اكس في واحد لازم تقفل لها الاند بتاعتها. طيب احنا دلوقتي عملنا اللي هي الماسك ماتريكس اللي هي الواي، فالمفروض دلوقتي بقى ان انا اعرف ايه؟ اعرف هل الاليمنت اتوجد ولا ما اتوجدش. يبقى بالعقل كده لازم اول ما نفكر نفكر ازاي، نعرفها ازاي؟ هبص على الواي، هل كلها صفار ولا فيها وحايد؟ لو الواي دي كلها صفار يبقى القيمة اللي أنا بدور عليها مش موجودة. طيب لو الواي دي فيها وحايد، لو فيها وحايد يبقى فعلا في القيمة دي موجودة جوه الفانكشن أو جوه الماتريكس اللي أنا بدور عليها، والبوزيشن بتاعها ما يقابلها في الواي ماتريكس. طيب عشان أعملها دي بعملها إزاي بقى؟ زي ما اتفقنا أدور على حاجة لازم أعمل إيه؟ أعمل إف. طالما هقارن يبقى على طول اف. طيب اعمل حاجة بقى الاول قبل ما اقارن، الواي دي مصفوفة ما ينفعش اقارنها بقيمة صفر،
طب اعمل ايه؟ مش احنا خدنا زمان ان انا ممكن اعمل جنريت المصفوفة كلها اصفار؟ اه حصل، كنا بنعملها بامر ايه؟ بالكوماند اللي هو زيروز. يبقى انا عايز اخلق مصفوفة كلها اصفار بس ليها نفس الدايمنشنز بتاعة الواي. طيب الواي بتاعتي دي الدايمنشن بتاعها ايه؟ هي نفس الدايمنشنز بتاع المصفوفة اللي انا مدخلها اساسا اللي هي الفي. يعني عدد الصفوف هو الاكس 1 وعدد الاعمدة هو اكس 2. يبقى بسيطة، يبقى هقول زيروز اوف اكس 1 واكس 2. يبقى انا خلقت مصفوفة نفس الدايمنشنز بتاعت الواي بس كلها اصفار. واجي اقول له اف الواي بتساوي زيروز اوف اكس 1 واكس 2، يعني هل الواي قيمتها كلها اصفار؟ لو قيمة الواي كلها اصفار معناها ايه؟ معناها ان الاليمنت ده مش موجود. هعمل ديسبلاي اقول له ذا اليمنت از نوت اكزيست. طيب لو الواي مش اصفار يعني فيها وحايد، يبقى معنى كده ان الاليمنت بتاعي ده ايه؟ الاليمنت ده موجود. فهقول له ايه؟ else display او disp number 1 refers to the position of searched element. وبعد كده اقول له end اللي هي الاند دي بتاعت مين؟ بتاعت جملة الاف. وبعد كده end لمين؟ للفانكشن نفسها. وبكده تبقى انت ايه؟ انت الحل بتاعك كده انتهى. المفروض بقى ان هو اول ما يعمل run هيشوف هل الواي دي موجودة ولا فيها وحايد ولا ما فيش. لو فيها وحايد هيقول لك ذا اليمنت اكزيست، وهيقول لك بقى اللي هو ايه، ان الوانز دي بتشير لاماكن القيمه اللي انت بتدور عليها. وهيعرض لك بعد الكلام ده قيمه مين؟ قيمه الواي. فانت لما تشوف الواي مثلا، ونفترض ان انت المصفوفه كلها اصفار وفيها عنصر او عنصرين وحايد، يبقى الوحايد دي تشير إلى مكان القيمة اللي أنت بتدور عليها. تعالوا نشوف بقى بارت بي بتقول لنا إيه. بتقول لنا عدل الفانكشن اللي فاتت عشان كمان تجمع لي أو تعد لي كم مرة الإليمنت اللي أنا بدور عليه ده أو القيمة اللي أنا بدور عليها دي موجودة كم مرة جوه الماتريكس أو المصفوفة اللي أنا دخلتها لك. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. يفضل لما انا اقول لك عدل لي او اعمل لي او اي حاجة بالمنظر ده في سؤال، ان انت تكتب لي الفانكشن باسم جديد وتكتب لي الفانكشن تاني من اول وجديد. ما تقوليش لا ده انا هعدل في السطر الفلاني مش عارف. لا، دي كده بتبقى شكلها محترم، شكلها كويس. وبعدين انت لما بتكتب الفانكشن بالمنظر ده كده انت ما بتغلطش، ما بتنساش سطور، لا بالعكس انت بتكتبها وانت بتكتب بالترتيب المنطقي بتاعك بتلاقي نفسك بتفتكر، لانك بترتب تفكيرك، بتكتب هعمل كذا وادخل كذا واخرج كذا واضيف كذا وازود كذا. فتعالوا نشوف بقى احنا هنعمل ايه في المثال بتاعنا. مبدئيا بس عن ايه، هنعدل اسم الفانكشن، هنخليها search underscore element underscore count. يعني هو بيعمل search وفي نفس الوقت كمان بيعد ايه؟ بيعد عدد مرات وجود القيمة اللي انا بدور عليها دي جوه الماتريكس. احنا ببساطة جدا عايزين نعمل ايه؟ احنا عرفنا ازاي بندور وعرفنا ازاي نلاقي الحاجة او ما نلاقيهاش. ببساطة اللي انا عايزه ايه؟ عايز لما تلاقيها مرة روح قول لي ايه؟ قول لي زود واحد. طب لقيتها مرة كمان زود واحد، طب مرة كمان زود واحد، مرة كمان زود واحد. يبقى انت ببساطة جدا انت هتزود جملة في الاول خالص لفاريبل او متغير هجمع فيه، ونفترض ان اسمه ايه، ان اسمه كي، هيساوي كام انيشال؟ زيرو. واجي في الحتة اللي انا بقوله فيها لو لقيت القيمة دي جوه الماتريكس حط لي واحد في المصفوفة اللي احنا اتفقنا عليها اللي بنسميها الماسك،
بعدها هقول له زود لي ايه، زود الجملة دي اللي هي كي يساوي كي بلس 1. ان انت لو لقيته، لو لقيت القيمة اللي بدور عليها دي، حط لي على المتغير اللي اسمه كده زود لي عليه ايه، 1. وهكمل عادي خالص زي الفانكشن اللي في بارت ايه، ان انا بعد كده هعمل else، لو ما لقيتوش هحط لي في المصفوفه بتاعه الماسك 0، وبعد كده اعمل end بتاعه الاف، واند بتاعه الفور بتاعه الجي، واند الفور بتاع الاي. وبعد كده هكمل عادي ان انا بعمل اف الواي، مصفوفه الواي كلها بصفار ولا فيها وحيد؟ لو بصفار يبقى الاليمنت مش موجود. طيب لو بقى إلس ان الواي فيها وحيد مش كلها صفار، يبقى الاول بقول له ايه، بقول له ان الاليمنت ده موجود، والواحد ده بيشير لمكان الاليمنت ده في الايه، في المصفوفة. وفي نفس الوقت باجي اقول له ايه بقى الحتة اللي انا عايزها، التعديل، ان انا هزود الجملة دي، هقول له display، واقول له عدد الاليمنتس الموجود، الاليمنت الموجود اللي انا بدور عليه ماشي، وكوما وديسبلاي ديسب بين قوسين الكي، يعني الاليمنت ده اتوجد عدد مرات كي. وبعد كده بقول له ايه، بقول له اند بتاعت الاف، وبعد كده اند بتاعت الفانكشن، وكده يبقى الحل ده ايه، خلص. بارت سي بقى بيقول لنا ايه، بيقول لنا عدل الفانكشن بتاعت السيرش تو ريبليس ذا فاليو ان انا بدور عليها دي باي ايه، باي زيرو. يعني انا اول ما الاقي القيمه اللي انا بدور عليها دي هعمل ايه، هشيلها من المصفوفه واحط مكانها زيرو. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. احنا خلاص المفروض ان احنا اتعلمنا من الحته بتاعه ان انا ايه، ان انا اعد عدد القيم الموجوده، هي بنفس التفكير. انا هاجي في الجزء اللي انا ايه، اللي انا كنت بدور فيه، بقول له اف القيمه دي موجوده جوه المصفوفه ولا لا، لو موجوده بقول له حط لي في الواي 1. هاجي تحت السطر ده وراح قايل له ايه، اقول له لا يا باشا ما تحطيش بقى 1، حط لي 1 قصدي في المصفوفه بتاعه الماسك، وفي نفس الوقت كمان في المصفوفه اللي اسمها في اللي انا كنت باعتها لك، شيل لي القيمة دي وحطني مكانها زيرو. بنكتبها ازاي بقى؟ هو لقى دلوقتي الاليمنت ده موجود فين؟ في الاي والجي، يعني الصف رقم اي والعمود رقم جي. هقول له في اوف اي وجي يساوي زيرو، بس كده؟ اه بس كده. واجي في الحتة اللي هو لما انا بعرض بقى، بقول له ايه؟ بقول له الاليمنت ده موجود في مصفوفة اللي هي واي، هقول له تحتها كمان اقول له ايه، display final matrix after replacement وكوما وديسب، وعرض له مين؟ عرض له ال v اللي هي في الصورة النهائية، واعمل end. وكده يبقى الحل ده خلص. المثال ده مهم قوي، حاولوا تفهموه وتذاكروه كويس، من الأمثلة اللي بتوضح لك أهمية الفانكشنز، ومن أمثلة اللي فيها تفكير وفيها شغل. تفهم الاكسرسايز ده كويس وتتمرن عليه، عشان ده برضو بينمي قدرتك في التفكير، واحنا برضو بنشتغل بنفس طريقة التفكير دي. وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب. تعال ندخل بقى في تمرين جديد. التمرين بيقول لنا ايه، بيقول لنا write a MATLAB user defined function that reads a number from the user and return whether this number is odd or even. يعني بيقول لك من الاخر اعملي فانكشن هدخل لها رقم، الرقم ده وظيفه الفانكشن انها تقول لي الرقم ده فردي ولا زوجي. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف. زي ما اتعلمنا بنكتب فانكشن، وبعدين المفروض ان انا المدخلات والمخرجات. الفانكشن دي المفروض ان هي مش هترجع لي حاجة، هي بس هتقول لي الرقم ده اود ولا ايفن، زوجي ولا فردي. طيب المدخلات في طريقتين في الادخال. اول طريقة ان انت تدخله، يعني زي ما بنعمل ساين وكوزاين والكلام ده كله، ساين اكس وكوزاين اكس والكلام ده،
او الطريقة التانية ان انت تطلبها منه بانبوت، ان انت تقول له مثلا ايه يساوي انبوت، وتخلي اليوزر يدخل لك الرقم، يعني عن طريق انك تطلع له رسالة تقول له ايه مثلا بليز تشوز ا نمبر، وهو يدخل لك قيمة الرقم اللي انت ايه اللي انت هتشوفها دي اود ولا ايفن. ودي الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها ايه المرة دي، كنوع من انواع التغيير. يعني يبقى انت معاك الطريقتين، بتعرف تشتغل بدي وتشتغل بدي. طيب انا هعملها ازاي بقى؟ احنا بنعرف منين اذا كان الرقم ده ايفن ولا اود؟ ببساطة جدا، ان انت لو قسمت الرقم ده على 2 وخارج القسمة بتاعك كان في باقي، اكيد الرقم ده فردي. يعني مثلا فرضنا ان انت بتقسم 3 على 2، 3 ده رقم قد، رقم فردي. لما اقسم 3 على 2 هيبقى ايه؟ 3 على 2 فيها الاتنين، فيها الواحد، يعني هي بتحتوي على 2، ويتبقى ريميندر عندك او باقي 1، فيعتبر كأنها 1.5. فال3 على 2 كأنها 1.5، يعني انت قسمتها وتفضل عندك كام؟ وتفضل عندك ريميندر. فلو انت خارج القسمة بتاعك ده طلع ليه باقي في ريميندر، يبقى الرقم ده قد. بعكس ان انا لو قسمت مثلا 4 على 2 هيبقى خارج القسمة كام؟ 2، ومفيش ريميندر، مفيش بواقي، 2 صحيحة. طيب الكلام ده بنعمله ازاي في الماتلاب؟ في عندنا فانكشن اسمها مود. المود دي بتعمل ايه بقى؟ بتدخل لها الرقم اللي انت عايز تشوفه يقبل القسمة على رقم تاني ولا لا. يعني مثلا هندخل لها الرقم اللي هو اسمه ايه وكوما 2، والمود دي بتعمل ايه بقى؟ تشوف بقى الرقم ده اللي هو الايه ده يقبل القسمة على 2 بباقي ولا من غير. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو الايه ده يقبل القسمة على 2 ومفيش باقي، بتطلع لك بترجع لك زيرو. طيب لو الرقم ده قسم على 2 وليه باقي في ريميندر، لو في ريميندر بترجع لك ايه؟ بترجع لك. يبقى نستفيد في البروجرام بتاعنا بالفانكشن مود دي ازاي؟ هقول له ايه؟ هقول له اف مود ايه كوما 2 يساوي زيرو، يعني لو الايه ده قسم على 2 من غير ريميندر، يعني رجعت لي المود دي زيرو، يبقى الرقم ده ايه؟ الرقم ده ايفن. اقول له display او disp this number is an even number وكوما، واقول له display اعرض لي الرقم ده اللي هو الاي وسيمي كولون. طيب لو هي رجعت لي 1، يعني الرقم ده ما بيقبلش القسمة على 2 من غير ريميندر، يعني لازم يبقى في باقي، يبقى الرقم ده اود. يبقى اقول له اعرض لي display ان الرقم ده this number is odd وكوما display الرقم، وبعد كده هقول له ايه؟ هقول له end. وكده يبقى الحل بتاع المثال ده كده خلص. تعالوا نشوف بقى مثال جديد. exercise 5 بيقول لك ايه؟ بيقول لك write a MATLAB user defined function that replace one variable value with another. يعني ايه؟ يعني من الاخر انا عندي 2 variable وليكن x و y. الاكس ليه قيمة ولنفترض انها 5، والواي ليه قيمة ولنفترض انها 9. انا عايز ايه؟ عايز ابدلهم. عايز الاكس اللي بخمسة دي يبقى الخمسة تروح للواي والتسعة تروح للاكس. نعملها ازاي؟ دلوقتي الفانكشن دي لازم نحدد الاول ايه هي الانبوتس بتاعتها وايه الاوت. في طريقتين في الحل. في اول حل ان احنا زي ما اتعلمنا ان انا عندي الاليمنتس اللي داخلين لي اللي هو مثلا معترض A و B، ان انا ادخلهم فين؟ في الانبوت. وفي الطريقه الثانيه زي الفانكشن اللي استخدمناها في المثال اللي قبل ده على طول، ان احنا ايه ان احنا ممكن نخلي اليوزر يدخلهم عن طريق انبوت. الفانكشن اسمها انبوت. وبرده في الاوتبوت في طريقتين. في طريقه ان انا اخلي الفانكشن دي ترجع لي اوتبوت، وممكن اخلي ان انا اعرض قيمه الاوتبوت بتاع الفانكشن ده بالفانكشن اسمها ايه اللي اسمها ديسبلاي. اللي يريحك فيهم اشتغل بيه، انا ما عنديش مشكله. هنفترض بقى عشان ايه برضو نمشي ايدينا شويه في النوع التاني او الطريقه التانيه، ان احنا هنشتغلها بالطريقه التانيه.
فانت اولا هتقول ايه؟ هتقول فانكشن، وهتكتب اسم الفانكشن على طول، لان انا ايه في الطريقه دي انا مش هرجع اوت ليها، هعرضه عن طريق الديسبلاي، واكتب اسم الفانكشن ونفترض ان احنا مسمينها ريبليس اندرسكور اليمنتس، وافتح القوس واقفله لان انا مش هدخل ايه، مش هاخد انبوتس في الفانكشن دي. وبعد كده هعمل الكومنت اللي احنا بنعمله، وبعدين هقول له بقى ايه، هقول له ايه يساوي يا يوزر دخل لي لو سمحت القيمه بتاعت الايه الرقم الاولاني اللي هو انبوت وبين قوسين، ولو سمحت دخل لي بليز انتر ذا فاليو اوف ذا فيرست نمبر وسيمي كولون. واعمل نفس الموضوع في السكند نمبر، اقول له بي بيساوي انبوت بليز انتر ذا فاليو اوف ذا سكند نمبر. فالفكره بقى عندنا هنا عشان ابدلهم اعمل ايه؟ لازم استعين بايه؟ بفاريبل تالت. يعني كأننا في ثلاثة واقفين، محمد ومحمود وأحمد، ونفترض إن إيه كل محمود وأحمد كل واحد فيهم معاه فلوس برقم مختلف. يعني نفترض محمود معاه 10 جنيه، وأحمد معاه 50 جنيه، وإحنا عايزين نبدل الاتنين ده مكان ده، بس بشرط إن يبقى اتجاه واحد بس. يعني أنا واحد، يعني واحد هيدي للتاني، يعني مش هياخد. فنعمل ايه بقى؟ فالموضوع كده مش هينفع، فنستعين بحد تالت، بطرف تالت، والمفترض ان هو المتغير اللي اسمه تم. فمحمود يدي تم، واحمد ومحمود ياخد من احمد، وبعد كده ايه التم بيدي مين؟ لاحمد. فهي نفس الفكره بالظبط، ان انا دلوقتي الاي هحطه في التم، وبعد كده الاي ياخد من البي، وبعد كده البي ياخد من التمب، وبعدين بعد كده هقول له ايه؟ هقول له display the first number اللي هو ال A و comma display ال A. يعني ال A اللي كان قيمته الاولانيه ونفترض ان هي كانت 5، بقت القيمه الجديده اللي هي كانت موجوده في ايه؟ في ال B اللي هي نفترض مثلا، ونفترض ان هي كانت 50 مثلا، فطلعت قيمة جديدة غير القيمة القديمة. وبعد كده هقول له display the second number b وكوما الديسبلاي البي، فالبي هياخد بقى مين؟ هياخد قيمة الخمسة اللي كانت موجودة في الاي، واعمل بعد كده end. وكده يكون ده ايه، ده حل المثال بتاعنا او التمرين اللي فات. وكده تبقى انتهت محاضرتنا النهاردة يا شباب، شدوا حيلكم وذاكروا المحاضرة دي كويس، عشان المحاضرة دي تعتبر انا بعتبرها من المحاضرات القوية جدا في الكورس، ومن المحاضرات اللي هي فيها تفكير وفيها شغل جامد جدا. فانا عايز منكم لو سمحتوا المحاضرات دي تذاكروها كويس، وفي نفس الوقت المحاضرة دي بالذات تركزوا عليها قوي وتذاكروها مرة واثنين وثلاثة. ويبقى المقصود مش الموضوع انك تحفظ برامج، انا مش عايزك تحفظ برامج على قد ما انا عايزك تركز وتفكر، يبقى عندك طريقة التفكير الخاصة بك انت. وبالتوفيق إن شاء الله.